من جانب زياش على العرضيه والتمريره، فرصه خطيره هنا، الكنترول هنا، المحاوله هنا، التسديده جات من طرف من طرف نصير المصراوي. كيم زياش في تنفيذ الركله الركنيه في حدود الدقيقه السابعه، الكره الثالثه بامكانها تكون حال من الحلول المطروحه بقوه للمنتخب الوطني المغربي. كيم زياش المصريه، جميله، شاب نصر المنتخب الوطني، لاحظوا دورا كبير على مستوى الدار.